ما حدا بيخلق هيك قوي. يعني ما في قصة نجاح بتقولي عنا الإنسان اللي وراها قوي هيك، مرق بكثير إشياء تيوصل على اللي أنتوا اعتبرتوه، يلي بيشوفنا من برا ومرسية بيعتبرنا أنه هي قوة. بدي لك شغله، انا نهاري ببلش الساعه 7 بكره، يعني عند التليفون بيشهد. هلا اذا التليفون هون بفرجيك اياه بتشوفي، انا 7 بكره اول شيء بس يوصلوا الموظفين كلهم على الشركه، في حدا 7 ببلش 7 الدوام بيكون تلفن لي عم بيقول لي مين وصل ومين ما وصل 7 بكره، لانه هو مطبخ بالنتيجه. اذا حدا تاخر هالشيء بياثر على شغل النهار كله. دونك وهيك ببلش النهار، شو بدنا نطبخ، شو عم نطبخ، ببلش تواصل مع كل الاكيب. قبل كنت روح انا هلا ليه عم بحكيك على التليفون؟ لانه شوي الكورونا خلتنا نبعد ونقعد بالبيوت، ويعني ما يعني خلتني شوي مثلا بيكون في كيس كورونا ما بقعد بتواجد قد قبل، يعني بتعرفي هلا تغيرت التركيبات كلها. بس عاده الساعه 7 بكره ببلش على التليفون. قبل كنت 7 اكون بشغلي، كون تحت لانه تحت الارض، كون بالمطبخ مع الشباب عم نشتغل وعم نطبخ وعم. هلا 7 ببلش النهار، برجع بقوم بحضر حالي، بظهر بكيرة على شغلي، ببرم على كل مطعمي، بدوق كل الاكلات، بضل دوق الاكل وبضل اعطي ملاحظات. وانا احلى ايام هي اللي بقضيها بالمطبخ مع الشباب، يعني هي احلى ايام لي. انا ما بحب كون قاعده على الطاوله، بحب كون قاعده جوا مع الشباب، لانه هيدا بحسسني بالامين، بحس حالي انه under control، يعني عن جد عم اكد انه everything is perfect. بتعرفي امتى انا نهاري بيخلص؟ عم بحكي بايام العاده هيدي، لما المسجد من المطعم فاتحه بيخلص. انا احلى ساعه عندي الساعه 11 بالليل 11 وربع، لما بيسكروا المطابخ، no more cooking, no more kitchen. هون انا بتقولي بقعد هيك بغير قعدتي، في اطلب اكل الساعه 11 وربع قبل يسكر المطبخ، برتاح منبسط وبرتاح. يعني انا ريحتي من 11 وربع بالليل لا ترم نومي، بس نيم برجع بوعى تاني يوم ببلش ذات الشيء. قبل على طول على اعصابي، حتى هلا انا اذا عم بتعشى انا وياك بمطعمي انا بضل قاعده هيك على اعصابي، فتاكلي واكل ودوق الاكلات وانبسط وبضل قاعده هيك عم بتطلع حوالي. يعني انا اليوم ستريس تبعي بعده مثل اول يوم، عرفتي كيف؟ يعني ما تغير ستريس ابدا، بس اي كان مانج ات بيتر، تعودت عليه قد ما هو موجود بكثره بحياتي، تعودت عليه.